فلكي يكشف عن حالة مدارية جديدة ستضرب اليمن، تفاصيل عاجلة وحصرية فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. توقع فلكي يماني دخول حالة مدارية جديدة في نوفمبر المقبل بعد إعصار تيج الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد وخلف دمارا هائلا. وقال الفلكي جميل الحاج في منشور على صفحته بالفيسبوك إن الحالة المدارية الثانية في البحر العربي إن شاء الله متوقعة بداية شهر نوفمبر، ستضرب سقطرى وتدخل الصومال وتتدفق عبر باب المندب وغرب خليج عدن نحو غرب اليمن من تاريخ 8 نوفمبر. وأضاف بالقول لا توقعات ثابتة لمسار الحالة المدارية وقد تتغير، ولكن توقعات تشكلها أصبحت ثابتة والله وحده أعلم. مختتما بالقول سأتابع التطورات وإن شاء الله أولا بأول وأنبئكم بالمستجدات. وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة مناطق في محافظات عدن وأبين ولحج وتعز والذمار وعمران وصعدة والمحويت.